فيما يخص الملاحظين، تعيين ملاحظي الأحزاب والقوائم المستقلة في مراكز ومكاتب التصويت ولدى اللجان الانتخابية البلدية والولائية. تم تعيين لهذه الساعة لأن الملاحظين في أغلبية الأحيان يكونوا حاضرين عند لجان الولاية بعد الفرز، ولكن بهذه المناسبة سجلنا بأن الملاحظين متواجدين في كثير من المراكز والمكاتب منذ يعني الصباح. وفي هذا الصدد نعطيكم يعني الأرقام فيما يخص الانتخابات البلدية والولايات. تم تعيين 182,981، هذا يعني للساعة اللي نتكلم فيها، منها 145,255 ملاحظ على مستوى 53,158 مكتب تصويت، و 36,349 ملاحظ على مستوى 11,483 مركز تصويت، وعندنا 1,332 ملاحظ على مستوى اللجان الانتخابية البلدية، و 45 ملاحظ فقط على مستوى اللجان الانتخابية الولائية. لاحظوا هنا يعني بأن الجل يعني الكتلة الملاحظين راهي متمركزة على مستوى مكاتب التصويت، وهذا أمر منطقي جدا ويدل على إرادة المتنافسين للوقوف على نزاهة الصوت الأمانة تاع الناخبين، إذ كل واحد راه معني مباشرة بذلك، يعني كل واحد راه يعس على المصلحة نتاعو، ولكن في نفس الوقت حنا كسلطة نعتبروه يعني مؤشر إيجابي جدا حتى يعني يكون الصوت نتاع الناخب محفوظ في نفس الوقت بإطارات السلطة الوطنية المستقلة وأيضا بالملاحظين، لأن كل واحد راه يحرص على مصلحته الشخصية. نعطيكم الآن فقط يعني إحصائيات عن عدد مقاعد المجالس الشعبية البلدية والولائية، يعني المعنية بعد عن عدد مقاعد المجالس الشعبية البلدية، عدد المقاعد يعني النومبر دو سياج 24,891 مقعد في المجالس الشعبية البلدية المتنافس يعني من أجلها. وعندنا عدد مقاعد المجالس الشعبية الولائية 2,350 مقعد. فيما يخص بعض الإحصائيات حول القوائم المترشحة والمترشحين، عندنا القوائم المترشحة، عدد القوائم المترشحة فيما يخص المجالس الولائية 447 قائمة، وعدد القوائم المترشحة فيما يخص البلديات 5,823، عدد المترشحين فيما يخص البلديات عندنا 115,230، وفيما يخص المجالس الشعبية الولائية 18,993. كانت هذه كلمة محمد شرفي رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات مباشرة من قصر المؤتمرات الصنوبر البحري. تفاصيل هذه الندوة الصحفية تتابعونها في مواعيدنا الإخبارية اللاحقة. عودة الآن إلى أخبارنا الرياضية، إن صحبت مساء أمس الجمعة قرعة الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم قطر 2022، قرعة أسفرت عن مباريات قوية ونارية سيكون التأهل فيها صعب المنال. أبرز اللقاءات لقاءات المسار الثالث الذي سيشهد غياب إما المنتخب الإيطالي أو البرتغالي عن مونديال قطر. من قال إن التأهل إلى المونديال سهل المنال عليه أن يراجع صيغ العبور والتمعن جيدا في الطريق نحو أكبر تظاهرة